السلام عليكم، أهلا بيكم يا سنة خمسة. يلا بينا النهاردة نبدأ مع بعض في درس جديد من دروس مادة العلوم. ومعانا النهاردة الدرس الأول في المفهوم الثاني، مفهوم الماء كأهم الموارد الطبيعية على سطح الأرض. هنتكلم في مفهومنا عن الماء وعن إن هو قد إيه من أهم الموارد الطبيعية اللي موجودة على الأرض. تمام كده؟ طيب تعالوا بس في البداية كده نبدأ مع بعض في نشاط رقم واحد، وندخل للنشاط عن طريق سؤالين كده. بيقول لنا هنا فكر، ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية: الموارد الطبيعية هي الأشياء التي نحصل عليها من الطبيعة مثل الماء. الموارد الطبيعية هل هي الأشياء اللي احنا بنحصل عليها من الطبيعة زي المية؟ هقول لك طبعا الكلام ده ايه، الكلام ده صحيح. تمام كده، طالما حاجة بنحصل عليها من الطبيعة يبقى طبعا من الموارد الطبيعية، والماء ده فعلا موجود في الايه، في الطبيعة. طيب بيقول لنا هنا لا يؤثر الإسراف في استهلاك الماء على كمياته المتاحة للشرب. هل ما بيأثرش الإسراف في استهلاك المية؟ لا طبعا الكلام ده غلط، طبعا بيؤثر الإسراف. الإسراف في سنة خمسة بيؤثر في أي شيء مهما كان كتير وموجود. تمام كده. طيب هل يمس هدير الماء ده هو لوحده من الموارد الطبيعية اللي موجودة على سطح الأرض؟ هقولك لأ، الموارد الطبيعية على سطح الأرض يا سنة خمسة بتتعدد وتتنوع على سطح الأرض، يعني هي موجودة بأنواع كتيرة، موجودة بأشكال مختلفة. طيب عندنا زي ايه؟ هقولك عندنا زي المعادن. تمام كده، المعادن دي زي الذهب، زي الفضة، زي الألمونيوم. عندنا كمان الماء، الماء ده اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية، قلنا ان هو من أهم الموارد الطبيعية على سطح الايه، الأرض. طيب بما ان بقى الموارد الطبيعية ديت مهمة جدا على سطح الارض، ازاي بقى نقدر نحافظ عليها؟ هقولك ان احنا عندنا طرق كتيرة نقدر نحافظ بيها على الموارد الطبيعية ديت. هقولك منهم دلوقتي 3 طرق. ايه هما بقى الثلاث طرق اللي نقدر نحافظ بيهم على الموارد الطبيعية؟ هقولك اول حاجة ترشيد استهلاكها، ان احنا نرشد الاستهلاك. يعني ايه ترشيد الاستهلاك؟ يعني ان انا ما نستخدمش الموارد الطبيعية في غير موضعها، او ان انا نصرف في استهلاكها، يعني ان انا نستخدمها وانا مش محتاجها مثلا، صح كده؟ يبقى احنا ايه، ترشيد الاستهلاك ده مهم جدا عشان نقدر نحافظ على الموارد الطبيعية. تاني حاجة صيانتها، ان هي لو تلفت او باظت او حصل لها اي حاجة، لأن نبقى مهتم اننا نعمل لها صيانة وتصليح بشكل ايه، مستمر. تالت حاجة اعادة تدويرها. يعني ايه اعادة تدويرها؟ يعني انا لو استخدمت الحاجة دي مرة، لا خلاص ما نرمهاش بقى على كده ودي كده بقت شيء مهدر، لا نعيد استخدامها تاني او نعيد تدويرها عشان نعرف نستخدمها ايه، نستخدمها تاني. طيب زي ايه بالظبط كده؟ زي المية، المية نفسها بتعمل لها اعادة تدوير واعادة استخدام. تمام كده، وبرضو كذلك الذهب والفضة والالمونيوم. طيب بيقولك هنا بقى علل، او يقولك لماذا يعتبر الماء من اهم الموارد الطبيعية على سطح الارض. ليه بقى احنا شايفين ان المية ديت من اهم الموارد الطبيعية الموجودة على سطح الارض يا سنة خمسة؟ هقولك هنا لان المية ديت من اساسيات بقاء ونمو الكائنات الحية. يعني المية من اساسيات بقائنا احنا اصلا، او بقاء الانسان على سطح الارض، لان احنا من غير المية ما نقدرش نعيش. تمام كده، وقلنا ان المية ديت اتكلمنا عنها قبل كده في المفهوم الاول، وقلنا ان هي اساس من اساسيات حياتنا او حياة الكائنات الحية كلها، وان هي تعتبر موطن رئيسي كمان وموطن اساسي لبعض الكائنات الحية مثل الاسماك والطحالب. طيب يبقى نقول تاني، لماذا يعتبر الماء من اهم الموارد الطبيعية على سطح الارض؟ هنقول له لانه من اساسيات بقاء ونمو الكائنات الحية، فمثلا بيشكل الماء اكتر من 3/4 جسم الايه، الانسان. تمام كده. طيب لما يقول لي سؤال تاني كده ويقول لي هنا علل، ليه بيجب علينا الحفاظ على المياه العذبة وحمايتها من التلوث؟ ليه احنا المفروض نحافظ على المياه العذبة ونحميها من التلوث يا سنة خمسة؟ هنقول له هنا بقى لان كمية المياه العذبة مالها، كمية محدودة. نقول تاني، كمية المياه العذبة محدودة، واي حاجة محدودة يا سنة خمسة احنا لازم نحافظ عليها، لان هي معرضة ان هي تخلص في اي وقت. تمام كده، يبقى نقول له تاني لان كمية المياه العذبة محدودة، فمعظم المياه الموجودة على سطح الارض مالحة غير صالحة للشرب او الزراعة، ولا يستطيع الحيوان او النبات معالجتها. تمام كده، يبقى نقول تاني ليه المفروض احنا نحافظ على المياه العذبة ونحميها من التلوث؟ قلنا ليه، علشان كمية المياه العذبة دي محدودة، لان معظم المية اللي موجودة على سطح الارض هي مية مالحة مش صالحة للشرب او الزراعة، وما بنقدرش ان احنا كمان نعالجها او ان احنا نحولها لمياه عذبة بسهولة يعني. تمام كده. طيب يبقى احنا كده فهمنا مع بعض نشاط رقم واحد بيتكلم عن ايه، بيتكلم عن الماء كمورد طبيعي
أو كأهم مورد طبيعي، واتكلمنا كمان عن أنواع الموارد الطبيعية التانية زي المعادن، قلنا زي الذهب والفضة والألمونيوم، وقلنا إن احنا ممكن نحافظ عليها عن طريق ترشيد استهلاكها وعن طريق صيانتها وعن طريق إعادة تدويرها. تمام كده سنة خمسة. تعالوا بقى نتكلم مع بعض في نشاط رقم 2 عن أهمية الماء. بيقول لنا هنا في نشاط رقم 2، فكر ندخل كده للنشاط منها، ضع علامة صح أمام الأنشطة التي تستخدم فيها الماء يوميا. تعالى كده نحط علامة صح عند الأنشطة اللي احنا بنستخدم فيها المية بشكل يومي. عندنا الشرب، طبعا احنا بنشرب كل يوم صح كده. عندنا غسل الأسنان، طبعا احنا بنغسل سناننا كل يوم. طيب عندنا الاستحمام، طبعا احنا ايه، احنا فعلا بنحتاج المية في الاستحمام. تنظيف الخضروات، طبعا احنا بنحتاج الماء في تنظيف الايه، الخضروات. طيب من السؤال ده هنلاحظ ايه بقى هنا يا سنة خمسة؟ لا ده احنا كده هنلاحظ ان المية ديت مهمة جدا واحنا بنستخدمها بشكل يومي في حياتنا، يعني ما نقدرش نستغنى عنها. طيب تعالوا دلوقتي نتكلم مع بعض عن مصادر المياه، يعني المياه دي جاية لنا منين وممكن نستخدمها في ايه كمان. بيقول لنا هنا ان في عديد من مصادر المياه على سطح الارض، يعني في مصادر كتيرة للمياه على سطح الارض. زي ايه؟ هقولك زي الانهار وزي الجداول او البحيرات. تمام كده. طيب بنستخدم المياه للايه؟ طبعا بنستخدمها للشرب، ولكن في نقطة مهمة ان مش كل مصادر المياه صالحة للايه، للشرب. زي ما قلنا احنا عندنا مياه عذبة وعندنا مياه مالحة، فالمياه العذبة دي هي اللي صالحة للشرب، لكن المياه المالحة غير صالحة للشرب. وبنستخدم المياه في ايه؟ بنستخدمها في العديد من الأنشطة. تعالوا كده اقولكوا على بعض الأنشطة اللي احنا ممكن نستخدم فيها المياه. عندنا الري والزراعة. الري والزراعة من الحاجات اللي احنا ممكن نستخدم فيها الايه، المية. طبعا احنا ما نقدرش ان احنا نزرع بدون مية. تاني حاجة توليد الكهرباء عن طريق السدود. تمام كده، ان احنا نقدر نولد الكهرباء عن طريق السدود زي السد العالي كده في أسوان. تالت حاجة ان احنا ممكن نصطاد الأسماك، مش احنا المياه ديت بيعيش فيها الأسماك؟ تمام، يبقى احنا نقدر نصطاد الأسماك عن طريق الايه، الماء. عندنا كمان السفر ونقل البضائع. السفر ونقل البضائع ده عن طريق، ممكن ان يكون عن طريق البحر صح كده، عن طريق السفن في البحر. فالماء هنا هيكون مهم جدا عشان السفينة تقدر ان هي تمشي في البحر. طيب تعالى كده نحل السؤال ده مع بعض عشان نتأكد ان فهمنا للنشاط. بيقول لنا ده علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية: الماء مورد مهم يستخدم في العديد من الانشطة في حياتنا اليومية. الكلام ده صح ولا لا؟ طبعا الكلام ده صح، واحنا لسه شارحينه مع بعض ان المية ديت من اهم الموارد واحنا بنستخدمها في انشطة كتيرة جدا في حياتنا اليومية، زي ما شفنا الشرب وغسل الاسنان والاستحمام وتنظيف الخضروات، الري والزراعة، توليد الكهرباء، صيد الاسماك، السفر ونقل البضائع. كل دي أنشطة احنا بنستخدم فيها الايه، المية بشكل مستمر. عندنا بعد كده جميع مصادر المياه صالحة للشرب. هل انا قلت لك ان جميع مصادر المياه صالحة للشرب؟ هقول لك لا طبعا. ليه؟ لان احنا عندنا مياه عذبة ومياه مالحة. المياه العذبة هي مياه صالحة للشرب، لكن المياه المالحة هي مياه غير صالحة للشرب. طيب سنة خمسة، زي ما انا قلت لكم ان المياه ديت هي نوعين، مياه عذبة ومياه مالحة. تعالوا بقى نتعرف على المياه بشكل اعمق، ونتعرف على المياه العذبة والمياه المالحة في نشاط رقم 3. نشاط رقم 3 سنة خمسة بعنوان: ما الذي تعرفه عن الماء كأهم الموارد الطبيعية على سطح الأرض؟ طيب تعالى نتكلم الأول عن مصادر المياه. المياه دي بتتعدد مصادر المياه على سطح الأرض، قلنا في بعضها ايه، عذب والبعض الآخر مالح. تعالى نتكلم الأول عن المياه العذبة. المياه العذبة ديت احنا قلنا هي مياه صالحة للشرب. طب المياه المالحة؟ لا، المياه المالحة ديت مياه غير صالحة للشرب. طب ايه هي مصادر المياه العذبة؟ قلنا الأنهار والأنهار الجليدية والأمطار والمياه الجوفية وجداول المياه والبرك ومعظم البحيرات. أما المياه المالحة فمصادرها البحار والمحيطات والخلجان. تمام كده؟ طيب تعالى نتكلم دلوقتي عن ترشيد استهلاك المية. احنا لازم نرشد استهلاك المية، لاننا زي ما قلت لك ان المياه العذبة دي هي مياه محدودة، يعني ممكن نوصل لمرحلة ان هي ما تكونش موجودة عندنا بشكل ايه، بشكل مستمر او بشكل غير نهائي. لا، هي ممكن تحصل ازمة مياه حقيقية. تمام كده، لان المياه العذبة قلنا مياه ايه، محدودة، والمياه المالحة ديت ما بتكون غير صالحة للايه، للحياة اليومية وللشرب والايه، والاستخدام الشخصي. تمام كده. طيب يبقى احنا قلنا هنا يجب ترشيد استهلاك الماء حتى
لا ينفد. ومن الطرق اللي احنا ممكن نرشد بيها استهلاك المية هي ايه؟ اول حاجة ان احنا طبعا نقفل الصنبور الماء ده اثناء غسل الشعر او الاسنان، يعني ما نسيبش المية مفتوحة واحنا بنغسل سناننا او بنغسل شعرنا، تمام كده. يبقى نقول تاني غلق صنبور الماء اثناء غسل الشعر والاسنان علشان ايه؟ عشان ما نهدرش في المية. تاني حاجة تقليل زمن الاستحمام، يعني احنا ما ناخدش مدة طويلة في الاستحمام علشان ما نهدرش اكبر قدر من الايه؟ من المية. طيب يا سنة خمسة يلا بينا بقى نتعرف في نشاط رقم 4 على المسطحات المائية على سطح الأرض. نشاط رقم 4 بعنوان المسطحات المائية على سطح الأرض. زي ما احنا معرفنا كده يا سنة خمسة ان المسطحات المائية ديت هي مناطق على سطح الأرض بيتجمع فيها الايه؟ الماء. والمسطحات المائية ديت بتختلف في عدة جوانب، زي ايه؟ زي نوع الماء والمكان، تمام كده. والمسطحات المائية ديت بتتضمن ايه؟ قلنا عندنا اول حاجة الانهار اللي هو النهر. طيب تعالوا نتعرف على مياه النهر. مياه النهر يا سنة خمسة هي مياه عذبة، يبقى نوع الماء عذب. والمكان بيبدأ التدفق من ايه؟ من الجبال، تمام كده. يبقى مياه الانهار دي بتتكون في الانهار ازاي؟ ان هي بتبدأ تجيلنا من فوق من الجبال. طيب تعالوا نتعرف برضو على تعريف النهر. ايه هو النهر ده؟ وده مهم ولازم نحفظه. النهر يا سنة خمسة هو مسطح مائي عذب تبدأ نقطة انطلاق تدفقه منين؟ قلنا من الجبال، وبينتهي تدفقه عند التقائه بإيه؟ بالبحر أو بنهر أكبر. يبقى هو بينتهي التدفق بتاعه أو بيقف كده عند إيه؟ لما بيلتقي بمية تانية زي مياه بحر تاني أو مياه نهر أكبر، تمام كده. يبقى احنا كده اتعرفنا على النهر نوع المياه عذبة والمكان بيبدأ من التدفق من الجبال. طيب تعالوا نتعرف تاني حاجة على البحيرة. البحيرة بقى يا سنة خمسة نوع المياه فيها، هقول لك ان معظم البحيرات ماءها عذب. هل كلها مياه عذبة؟ هقول لك لأ، في بحيرات ماءها مالحة، تمام كده، ولكن معظم البحيرات ماءها ايه؟ عذب. طيب ايه هو المكان بتاعها؟ المكان بيكون في المناطق المنخفضة اللي بتتجمع فيها المياه، يعني المناطق المنخفضة ديت لما بتتجمع فيها المياه بتسمى ايه؟ بتسمى وقتها بحيرة. طب ايه تعريفها بقى لو احنا عايزين نحفظ التعريف؟ هقول لك ايه؟ مسطح مائي كبير محاط باليابسة من جميع الجهات، زي الصورة اللي احنا شايفينها دي كده. يبقى البحيرة بتبقى عبارة عن ايه؟ بتبقى عبارة عن مسطح مائي كبير بيكون متحوط بالايه؟ باليابسة، يعني الارض الايه؟ اليابسة كده، او الارض الجافة من جميع الايه؟ الجهات، وبتكون المياه في المنتصف بالصورة دي كده. طيب يبقى احنا كده تعرفنا على الانهار وتعرفنا على البحيرات. تعالوا بقى نتعرف تالت حاجة على الاراضي الرطبة. الاراضي الايه؟ الرطبة. الاراضي الرطبة برضو من انواع الايه؟ من انواع المسطحات المائية. طيب نوع المياه في الاراضي الرطبة ديت هي ايه؟ هقول لك عندنا هنا معظم الاراضي الرطبة ماءها ايه؟ عذب. المكان بتاعها هو بيكون الارض اللي بيغمرها الماء بشكل جزئي. نقول تاني، المكان بتاعها بيكون الارض اللي بيغمرها الماء بشكل ايه؟ بشكل جزئي. وتعريفها هقول لك، هي مناطق بيكون فيها منسوب المياه اعلى قليلا من مستوى سطح الارض، تمام كده. يعني هقول لك الاراضي الرطبه ديت من الامثله بتاعتها زي المستنقعات والبرك، تمام كده، زي المستنقعات والايه؟ والبرك، زي ما احنا شايفين كده في الصوره اهو. يعني بيكون ايه؟ يعني هي ولا نقدر نقول عليها ان هي مسطح مائي كبير، ولا نقدر نقول لك ان هي اراضي جافه، لا، هي بتكون اراضي فيها ميه، تمام كده، وبيكون منسوب الميه فيها اعلى قليلا من مستوى سطح الارض. يعني الميه ما بتكونش ايه؟ ما بتكونش عاليه كده، لا، هو بيكون ارتفاع الميه فيها ايه؟ قليل عن مستوى سطح الارض. قلنا ده زي المستنقعات وزي البرك. طيب يلا نكمل مع بعض انواع المسطحات المائيه. عندنا رابع حاجه سنه خمسه وهي المصب. طيب المصب ده نوع الماء فيه ايه؟ هقولك ان المصب ده نوع المية اللي فيه هو مزيج من الماء المالح والعذب، يعني مية مالحة على مية عذبة. والمكان بتاعه هو عند التقاء النهر بالمحيط او البحر، المكان اللي بيلتقي فيه النهر مع المحيط او مع البحر. طب ايه هو التعريف بتاعه؟ هو مكان التقاء النهر بالمحيط او البحر، بحيث بتختلط مياه المحيطات او البحار المالحة مع مياه النهر العذبة، تمام كده. يبقى تعريفه هو مكان التقاء النهر بالمحيط او البحر. يبقى المصب هو ايه؟ هو المكان اللي بيلتقي فيه ايه؟ بيلتقي فيه النهر بالمحيط او الايه؟ قلنا او البحر، بحيث ان هو وقتها بتختلط مياه المحيطات او البحار اللي بيكون مالحة مع مياه النهر اللي بيكون عذبة، وقتها بيكون هو ده المصب.
والمصب ده بيعتبر هو نظام بيئي وموطن لآلاف من النباتات والحيوانات. نقول تاني، المصب بيعتبر هو نظام بيئي وموطن لآلاف النباتات والحيوانات، لأن هو بيتميز بإيه؟ بيتميز إن هو بيكون خليط ما بين المياه المالحة والمياه العذبة. طيب عندنا خامس حاجة من المسطحات المائية هي المياه الجوفية. المياه الجوفية دي زي ما احنا عارفين ان طبعا نوع المياه بتاعتها مياه عذبة، والمكان بتاعها بيكون تحت سطح الأرض. تمام كده، تحت سطح الأرض. طيب قلنا ايه هي تعريف المياه الجوفية؟ قلنا هي المياه اللي بيكون موجودة داخل شقوق ومسام الصخور الممتدة تحت سطح الأرض. نقول تاني، تعريف المياه الجوفية هي المياه الموجودة داخل شقوق ومسام الصخور الممتدة تحت سطح الأرض. قلنا هي بتتكون عن طريق الشقوق والمسام اللي بتكون موجودة في الصخور، فالمياه اللي بتدخل وتتكون تحت الأرض دي اسمها المياه المياه الجوفية. قلنا هنا إن المياه الجوفية دي بتكون موجودة بكميات أكبر من جميع المياه الموجودة في الأنهار والبحيرات. نقول تاني، توجد المياه الجوفية بكميات كبيرة جدا، أكبر من جميع المياه الموجودة في الأنهار والبحيرات. انتوا متخيلين ان المياه الموجودة في الأنهار والبحيرات برغم قد ايه هي كتيرة، فالمياه الجوفية اللي موجودة تحت الأرض هي أكتر منها. تمام كده. عندنا سادس حاجة من المسطحات المائية وهي المحيط. تمام كده، المحيط. ايه هو بقى المحيط ده وايه نوع المياه بتاعته؟ نوع الماء في المحيط طبعا هو ماء مالح، ومكان مياه المحيطات هو بيحيط بالايه؟ بيحيط بالقارات. نقول تاني، مكان مياه المحيطات يحيط بالايه؟ بالقارات. طب يا ترى ايه هو تعريف المحيط؟ هقول لك المحيط ده هو مسطح مائي كبير بيحيط بالقارات. بس كده. نقول تاني، تعريف المحيط هو مسطح مائي كبير يحيط بالايه؟ يحيط بالقارات. بتتصل مياه المحيطات ببعضها البعض. نقول تاني، بتتصل مياه المحيطات ببعضها ببعضها البعض، وبيضم قاع المحيط جبالا وسهولا. يعني قاع المحيط ده موجود فيه جبال وسهول كمان. تمام كده يا سنة خمسة. تعالوا بقى نحل سؤال صغير كده عشان نتأكد من فهمنا للدرس. بيقول لنا هنا ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية: بتحتوي الانهار على مياه مالحة. هل مياه الانهار هي مياه مالحة؟ هنقول له طبعا الكلام ده ايه؟ الكلام ده غلط. على فكرة السؤال ده كان سؤال كان سؤال امتحان محافظات، محافظة الدرهلية السنة اللي فاتت. السؤال ده مهم جدا. هنقول له وقتها لا، بتحتوي الانهار على مياه على مياه عذبة. طيب الذهب من الموارد الصناعية على الارض، هل الذهب ده من الموارد الصناعية؟ يعني من الموارد ان احنا بنصنعها؟ هقول له طبعا الكلام ده غلط، والسؤال ده مهم برضو وكان جاي في محافظة الغربية السنة اللي فاتت. الذهب ده من الموارد قلنا في اول الدرس خالص، من الموارد الطبيعية. تمام كده. يعني الموارد الطبيعية يعني الموارد اللي بتكون موجودة في الطبيعة، مش الانسان هو اللي بيصنعها. بيقول لنا هنا البحيرة هي احد المسطحات المائية المحاطة باليابسة من جميع الجهات. هل البحيرة دي هي بتكون من احد المسطحات المائية المحاطة باليابسة من جميع الجهات؟ طبعا الكلام ده الكلام ده صح. البحيرة بتكون مسطح مائي محاط باليابسة من جميع الجهات زي ما قلنا في الدرس بتاعنا. طيب رابع سؤال بيقول لنا من طرق ترشيد استهلاك المياه ترك الصنبور مفتوحا اثناء غسل الاسنان. هل من طرق ان احنا نرشد بيها استهلاك الميه ان احنا نسيب صنبور الميه مفتوح واحنا بنغسل اسناننا؟ طبعا الكلام ده خطا. لا، ده من طرق ترشيد استهلاك المياه ان احنا نغلق الصنبور. يبقى غلق الصنبور اثناء غسل الاسنان. تمام كده سنه خمسة. وكده نكون خلصنا درسنا النهارده، وهو كان الدرس الاول في المفهوم الثاني بالوحده الثالثه. استنوني ان شاء الله نكمل منهج العلوم مع بعض على خير. وكانت معكم مس هدير بهنسي من قناه بديل الدرس.